تتميز القارة الإفريقية بكونها الأكبر من حيث الأساطير والتقاليد الفريدة التي تميزها عن غيرها من الشعوب، ومن بين أغرب هذه التقاليد تربية الضباع. قبل أن نعرض لكم هذه التقاليد الغريبة، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا والإعجاب ومشاركة القناة مع أصدقائكم لتتوصلوا بكل جديد. قد لا يكون الضبع هو حيوانك الأليف العادي، لكن في إفريقيا يحتفظ بعض الرجال بهذه الكائنات في منازلهم ويعرضونها في المهرجانات، بل ويستخدمون أوثهم أو لعابهم في العلاج. وكما نشرت شبكة سكاي نيوز الإخبارية، فإنه من بين الأساطير التي تروج هي لقبيلة تسمى رجال الضباع، حيث يقولون بحسب منظورهم أن للضباع القدرة على العلاج من الأمراض، وذلك عبر الجلوس على أجساد هذه الحيوانات الشرسة، بالإضافة إلى أعشاب تبث روح الشجاعة وقتل المخاوف النفسية. ويشير التقرير إلى أن الضباع تعتمد على هؤلاء الرجال في غذائها، وهم يعتمدون عليها في كسب رزقهم. ورجال الضباع قبيلة يمتلكون قدرات متفردة وينتشرون في المناطق الصحراوية البعيدة عن المدن والعمران في نيجيريا. ليس هذا فقط، كما أن لهم قدرات كثيرة ومن بينها تربية الضباع وكسر السيوف الصلبة بأسنانهم، وأيضا بيع الأعشاب الطبية. الآن دعونا نتحدث عن رجل من رجال الضباع، وهو عبد الله جاهو، الذي ينحدر من سلالة رجال الضباع كما يطلق عليه. لقد تعلم كيفية ترويض الضباع والتعامل معها من والده، والآن يكسب رزقه من التجول في شمال نيجيريا للترفيه عن الحشود بحيوانه الخاص، حيث الأجواء الساخبة التي تصاحبها قرع الطبول على نسق الإيقاعات الإفريقية. يلتف سكى المحليون في حلقات ودوائر واسعة متحركة لمشاهدة عروض رجال الضباع، حيث يرى المتفرجون الضباع تعانق مرويديها وتجلس تحت قيادتهم، بينما يأخذ قرد البابون الذي يرتدي قمصان كرة القدم المال من المتفرجين. قال جهون خلال ظهوره في المدينة: كانت هذه وظيفتي عندما كنت طفلا، اعتدت أن أرى أجدادي يفعلون ذلك، وأصبحت متحمسا لأصبح مثلهم. كما يضيف جاهون إلى أنه أسر ضبعه قبل عامين وأخذه إلى مناسبات ومهرجانات وتتويج الحكام التقليديين، وأيضا استعراض دوبار، وهو نوع من الاستعراضات حيث يستعرض الفرسان الذين يرتدون أزياء ملونة لمهارتهم لتكريم أمير محلي. كان هذا كل شيء عن رجال الضباع الخارقين. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا لتتوصلوا بكل جديد.